كابتن احمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الصقر السعودي. كابتن عبد المقصود اهلا بيك، الحمد لله على السلامه، قادما للسعوديه. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبي، اهلا بيك اهلا بيك. قدت الصقر لمركز او عوده او صعود للدوري الدرجه الثانيه، رجعت الزمالك خدت الدوري، رجعت مره ثانيه لفريقك من جديد، فاعتقد انك بتسير بخطى عارف بتعمل فيها ايه. والله يعني بص، انا دايما بس بتقي ربنا في كل حاجه وفي كل خطوه. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا الناس دي يعني لما جم كلموني مش اول مره كلموني عشان ابدا، بس انا حتى وانا معاهم انا شايل لهم حاجه، اللي انا كنت لما صعدت بيهم كان لسه فاضل قبل النهائي والنهائي، بغض النظر عن البطوله اللي احنا خدناها بعد كده، كنت انا يعني هم سابوني امشي وحجزوا لي وبتاع، وكان يعني فهم قالوا لي يا كابتن انت هتجيلنا، فقلت لهم طب بس بعدين، قلت لهم والله، فانا قلت لهم والله لو خدنا الدوري اللي جالكم حتى، هم مسكوا في الكلمه يعني، هم مسكوا في الكلمه بس والله فهي جت كده. بس هي والله فعلا انا قعدت يعني استخرت تاني وتالت ورابع والله، وحاولت اجيب لهم مدرب وحاولت اتكلم معاهم، بس هم الناس يعني ناس محترمين جدا يعني يعني هم قالوا لا انت كابتن وعدتنا وكده، واحنا برضو يعني كنا مش عايزين نجيب حد يعني، كنا جايبين يعني حد ما يعني لغايه مؤقت لغايه ما انت ما تيجي. فانا ما هي كانت مشكله عندي في الكلمه يعني، يعني الكلمه بس. بعدين برضه حسيت ان الحمد لله الواحد برضه جه ساهم ولو بشكل بسيط بالدوري، في يعني حتى لو جزء بسيط، الحمد لله رب العالمين. يعني الدوري صعب، كان صعب جدا جدا، فحسيت ان الواحد قدم مهمه يعني اتمت على خير الحمد لله رب العالمين. فقلت لا كفايه كده يعني، الناس تفتكر الواحد على خير كويس، وان شاء الله انا برضه يعني في حاجات عليها. انا جيت يعني دي تاني مره اجي نادي الزمالك، يعني جيت في 2016 كانت مكالمه تليفون وانا في الامارات من الاستاذ مصطفى منصور، وجيت المره دي برضه من كلمه تليفون من اللجنه اللي فاتت يعني. فانا اطمن الناس في اي وقت، وفي اي وقت انا قلت لهم حتى قبل ما امشي والله سيبوني امشي للناس، انا موعدهم، وهم يعني انا حاولت والله يعني افك الارتباط، بس هم كانوا مصممين ان هم سابوني في وقت صعب، وانا كنت عايز امشي في اخر الدوري. كنت عايز تمشي ليه يا يعني كابتن؟ قلت لهم انا لا ما فيش حاجه والله، انا حاسس ان خلاص يعني انا يعني الحمد لله خدت الدوري، ودي كانت بطوله صعبه، ويعني في الدوري ده بالذات كان صعب جدا، صح، المنافسه كانت شاقه جدا، فقلت يعني خلاص الحمد لله يعني انا يعني في حاجات تانيه مش هتكلم عليها دلوقتي خلاص معلش يعني. بس كل اللي اقوله ان انا حسيت ان يعني الحمد لله دي حاجه كويسه دلوقتي، والناس برضو ارد لهم جزء من الجميل اللي هم سابوني للنادي انك تيجي الزمالك. اصل هو يعني خلينا نكون يعني واضح قوي مع حضرتك، محدش بيسيب الزمالك الا للشديد القوي، فاكيد انه في حاجه خلتك تاخد القرار ده بعد الاستخاره طبعا للعوده للسعوديه، فهل كان في مضايقات تعرضت ليها؟ لا والله بص مع الجهاز الفني طبعا او اللعيبه، لا بالعكس، ده اخواتي من السكرتون طبعا مدير كبير جدا جدا كابتن اسامه بيه اخويا حبيبي طبعا، فلا خالص خالص. هو اقول لك حاجه، في اسباب يعني انا ممكن انا عشان مثلا بعيد عن الدوري المصري بقالي فتره مثلا، مش سبب واحد، في اسباب طبعا كتير، بقول لك في حاجات ما اقدرش اقولها دلوقتي، بس في حاجات اقول لك يعني مثلا يعني عدم العدل مثلا في مصر ده في الكوره ده 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 مش ده مش طبيعي اللي بشوفه يعني، معلش مش في الكوره والله، مش في الكوره ان يبقى الفار في ماتش انت بالذات او ماتش انت بالذات، بس ماتش زي جون او الاسماعيلي مش شغال، ده مش في الكوره. لما نبعت مثلا هو ما اداري كانش يبص شغال ساعتها؟ انا بقول لك ماتش الجونه مش شغال، ماتش الجونه عادي، ماتش الاسماعيلي، ماتش الجونه والاسماعيلي الحكم ما راحش ولا مره الفار، رغم ان كان في حالات لضربات جزاء لازم تتراح ما راحش، لدرجه انا بقول له يا كابتن شوف الفار، هو من كتر العصبيه ماتش جون راح مديني انذار عشان بقول له شوف الفار. فحاجات ما بتحصلش، المخرجين مثلا مش بتعيد الكور اي لاعب خطر مثلا او الطرد او مثلا ضربه جزاء مش بتعيد، ليه 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 يا جماعه؟ الكوره اسهل من كده، اي حد ياخد دوري يا جماعه. انا مثلا في السعوديه كده سابقنا بكتير قوي يا اهلي، سابقنا كتير قوي قوي يا راجل، ده بس اكيد ده مش السبب الوحيد، ذكرت كده نعم. حضرتك مش السبب الوحيد لقرارك مش كده؟ لا لا في حاجات كتير يعني، اللي حصل مثلا مع شيكابالا ده مثلا، ده مش ده اللي حصل معانا في التتويج، ان انا اشوف زوجتي واولادي واجابات اللعيبه والمدربين ساعه ونص بره مش قاعدين يفرحونا، ايه يا جماعه في ايه؟ الكوره سهله والحياه سهله، اي حد ياخد دوري. عشان كده يعني احنا بعاد، خلي بالك يعني اللي حصل المنتخب ده ليه؟ ليه؟ مين السبب اللي يقعد اللي هو ما يلعبش 52 يوم رغم ان هو السنه اللي فاتت الدوري ده بتاع الموسم اللي فات كان 16 فريق عايز ما يتلعبش ما عدا ناديين ثلاثه، وصمم وقال لك هلعب ان شاء الله العب السنه الجايه في وقت الاولمبياد العب عادي. طب لما جينا وقت الاولمبياد قال لك لا
وفي افريقيا لا مش هلعب 52 يوم النادي المنافس ما لعبش ولا مباراه في الدوري ازاي؟ 52 يوم دول خلى المنتخب في الاجنده الدوليه ما يلعبش ما يلعبش وصل بينا حال دلوقتي كده. وبعدين يعني لما يبقى الكره المصريه الاهم من اي نادي ساعتها يعني نبقى احنا حاجه حاجه حاجه, حاجة يعني حاجه كبيره قوي قوي. تمام احنا بعد احنا مصر يعني هم لو مش حاسين بقيمه مصر الناس اللي ماسكه دي حرام عليهم يعني. تمام حرام. انا تمام. لما الاقي دوري هنا مش هقول لك الكبير يعني الدوري المحترفين ولا اولى والثالثه والثالثه والرابعه لا ده يا راجل براعم متحدد من امتى لامتى واحنا لسه مش عارفين امتى نلعب هي انت الدوري الجاي او هي نبدأ امتى. انت قلت اهو في البطوله العربيه و وافريقيا وكاس افريقيا طب امتى بقى يخلص امتى؟ بعد سنه ونص وضحت واضح لكن في سبب من داخل الزمالك كان من ضمن الاسباب لكنك لن تعلنه دلوقتي. لا لا معلش بلاش يعني حاجات كتير معلش يعني حاجات بتحصل في اي حته تمام تمام بحترم ده جدا بس انا بقول لك انا بقول لك ان النادي نادي ماشي كويس والحمد لله روعه اللعيبه رجاله جدا مهما قلت وان شاء الله اشكر فيه موصف دول رجاله قد ايه؟ كانوا في ظروف صعبه جدا بالذات في الفتره اللي قبل المجلس ده ما يجي يمكن المجلس ده وفر حاجات كتير قوي جزء كبير قوي من مساعدة اللعيبه والجهاز وكده اما انا بقدر اقول لك اللعيبه رجاله جدا وكاس مصر الحمد لله انا عرفت النهارده ان هو هيتلعب اهو مظبوط ان شاء الله انا في كاس مصر باللعيبه دي والجهاز ده يستحقوا كتير وناس زمالك والجمهور يستحق كتير قوي قوي. تمام بشكرك جدا كابتن عبد المقصود وان شاء الله موفق في تجربتك القديمه الجديده مع فريق الصقر.